أكثر من 28 مليون جرعة من اللقاح ضد كوفيد-19 تم اقتناؤها منذ انطلاق الحملة الوطنية، ورغم الإقبال الكبير على التلقيح الذي شهدته الحملة مع انطلاقها، تشهد العملية اليوم عزوفاً كبيراً بأقل من 20 ألف ملقح يومياً عبر الوطن. احنا عندنا عدد من اللقاحات جايين، قلت لهم حبسوا لما ما نكثرش احنا في الستوك نتاعنا التلقيح اللقاح، ومن بعد يصبح لنا حبسنا حتى نمشي مع هذو 13 مليون جرعه. اذا واش حاب يزيد نقول لك؟ نقولوا ونعاودوا، وانا ندعو كل الزملاء، كل الاجتماع المدني، وكلكم انتم أسرة الإعلام، نتعاملوا مع بعض اللي مازال يشكوا، نشوفوا كيفاش نعلموهم وكيفاش نجيبوهم لينا، لأن الخطر راهو هنا. توصية الفاعلين في مجال الصحة خلال اليوم الدراسي لتقييم الاستجابة للوباء انصبت حول ضرورة تدعيم التكفل بالمرضى في المستشفيات وفرض الجواز الصحي في عدد من الفضاءات والمرافق للرفع من نسبة الملقحين. ننجم نقولوا باللي قانونيا ما ننجمش، يعني بالنسبة للدستور نفرض اللقاح على الإنسان. كان في بعض الأحيان ردود فعل ما تسمحش صحيا الإنسان يتلقى هذا اللقاح، ولكن رانا في حالة طوارئ صحي، بمعناه يشكل خطر للمجتمع. إجبارية ماهيش مباشرة، غير مباشرة نتاع الناس باش يدير التلقيح، ما يسمى بلي باس سانيتار. حاب يقول فوالا ما حبيش دير التطعيم، معليش انت حر، ولكن لازم لك دي زيكزامان بي سي ار ريغوليرمون باش تدخل المكان، حتى مكان العمل ما تحبيش دير التلقيح انت حر، ولكن ممكن كذلك في يعني الجهة الموظفة في مصنع ولا في إدارة ولا يعني تلزمك بالملف المهني نتاعك لازم يكون فيه شهادة التلقيح. التخوف من الموجة الرابعة التي تشهدها العديد من دول العالم يستلزم التخطيط لحلول استباقية من قبل الفاعلين في القطاع لتفادي سيناريو الموجة الثالثة.